شيء جميل اخوي فيصل، الله يعطيك العافيه، جدا اسعدتنا والله بكلامك. اخوي مد الله، في ناس قبل اسبوع تقريبا وتكلمت عنها بحلقتي الماضيه، ان في شباب عندهم مواهب قالوا احنا ودنا يعني نكون في احدى الفرق او نكون في احدى ال شو اسمه البرامج التلفزيونيه. شوف اخوي بقول لك حاجه، اذا كنت اول حاجه عندك موهبه لابد انك تظهرها حولك وحواليك، لان السي في هذا تحتاجه بتقديمك للقناه، لان القناه ما راح تاخذ الا مبدع ومميز، فانت بنفسك زين تظهر الشيء هذا، لابد انك تكون مميز ويكون عندك سي في ممتاز عشان تقبلك القناه، لان اذا عندك موهبه وعندك شيء جميل حياك الله. فاخوي مد الله في متسابقين او مو متسابقين بالاصح، يكون يعني مثلا يقول ان انا شخص عندي موهبه، ابي الشخص هذا ينتميني، هل تنتميه بشكل كافي وتدربه؟ انا سالتك السؤال هذا ثاني مره عشان يوصل لهم بشكل اوضح. بكل تاكيد انا وغيري من الزملاء. طيب كيف طريقه التواصل؟ عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، اما الواتساب او السناب او حتى الانستغرام، عندنا انستغرام للفريق يتواصل مع الشباب، وباذن الله انهم ما يقصرون معي بيوصلون لنا، وعندنا شباب يدربون ياهلون حتى باذن الله انهم بيوصلون. من ناحيه ان نستقبل ولا زلنا نستقبل وبنستقبل باذن الله، يعني ما راح نوقف، وبندعم المواهب الشابه حتى انهم يصعدون باذن الله وبيكونون في اعلى المنابر الاعلاميه ومنابر الفعاليات باذن الله. ما شاء الله. طيب اخوي مد الله، اذا كانت عندك فعاليه خارج محافظه حفر الباطن، تتكفل بجميع الاعضاء من نوم من اكل من الى اخره؟ انا اترك الجواب للشباب يعني لعلهم يجاوبون. المشكله هذاك انت تصير عمه، لابد نسال محمد. اخوي محمد، هل يتكفل اخوي مد الله في جميع حوائجكم في برا محافظه حفر الباطن؟ اي نعم. يعني ما تدفعون ولا حاجه؟ ولا ريال. ولا ريال الحمد لله، بل انه هو يعطيكم. يا الله الله. طبعا